من سنة إلى أخرى ومن فصل إلى آخر ومن منطقة إلى أخرى، تختلف الزهور بأنواعها وألوانها وأحجامها أيضا. ممثلة أهم عناصر التجميل النباتية المسؤولة عن إحداث التغيير في شكل ومظهر المنزل أو الحي حتى المدينة من خلال أشكال وألوان مميزة وجميلة تختلف من وقت إلى آخر. وللمزيد تنضم إلينا في الاستوديو دانا طهبوب، مهندسة زراعية. أهلا بك دانا. صباح الخير. صباح الجمال والخضار. يعني إحنا عايشين في بيئة ما عندنا هذاك البرد اللي ممكن تتلف عليه المحاصيل الزراعية، ولكن عندنا حرارة، وغالبا في بيوتنا الوسيعة نحاول نجيب نباتات تصلح للفصلين. فهل هذا الشيء ممكن؟ هلا اكيد في ممكن هيك نباتات، بس اليوم راح نركز على الزهور الحوليه الشتويه. لهي الفتره من السنه نقدر نزرعها عندنا بالحديقه ونستمتع بالوانها وروائح الازهار اللي فيها الجميله. طب انت جايبه لنا انواع مختلفه واحنا بنرتبها وقلتي لا دي مجموعه لوحدها ودي مجموعه لوحدها، فبالنسبه لي انا كلهم زهور وكلهم خضار وشكلهم حلو، بس لو تكلمينا عن اهم هذه الانواع اللي ممكن تكون عندنا في الحديقه ونهتم فيها، وهل بس في الحديقه ولا ممكن كمان نهتم فيها داخل المنزل؟ هلا اول شيء لازم نعرف الزهور شو هي. الزهور هي عباره عن مجموعه من النباتات العشبيه الحوليه، بتنمو وبتزهر عندنا بفصل واحد محدد وبتزهر فيه وبنتم تجديد زراعتها سنويا. بالتالي هي ما بتضل عندنا على مدار السنه، لازم نعرف هذا الشيء. لا هلا في عندك زهور حوليه شتويه وفي صيفيه. اليوم بس رح نتكلم عن الشتويه اللي بنقدر هلا نزرعها عندنا بالبيت سواء بالحديقه او بالبلكونه، لانه اكيد هاي الزهور هي خارجيه ما رح تكون داخل خارجية. المنزل اكيد. نعم خارجيه. طيب ورح نتعرف على مجموعه منها اليوم. طبعا لازم نعرف انه كل هاي الزهور هي بتزهر عندنا خلال فصل، يعني من شهر 10 إلى حد شهر 5 أو شهر مايو، وطبعا هي زهور بتنمو عندنا خلال فصل الشتاء والربيع بتضل متوفرة عندنا. نبدأ بيقول رح نتعرف على مجموعة منها، وحنبلش أول إشي بزهرة الماريجولد. طبعا الماريجولد كثير بنلاحظها لما نشوفها بالاماكن او الحدائق العامه، صح، بالشوارع بتكون مزروعه وبامكاننا نزرعها عندنا بالحديقه بالبيت او سواء بالبيت. هل لانها بتكلف ما اقل او ان استدامتها مضمونه؟ لا، لانه هي هلا بهذا الوقت من السنه رح تزهر عندنا وتعطينا انتاج وفير من الازهار. في منها الاصفر وفي منها الاورنج، ولازم نعرف انه معظم نباتاتنا او الزهور الحوليه الشتويه رح تحتاج اشعه شمس مباشره او مناطق نصف مظلله تكون، بس هي اكيد بحاجه لاشعه الشمس. والري؟ الري لهم رح يكون مرتين في اليوم. طبعا كثير مهم انه نجهز التربه لزراعتها، اذا حبينا نزرع عندنا بحديقتنا بالمنزل لازم نخلط التربه بشكل كثير منيح، نضيف لها السماد العضوي ونتركها لمده اسبوع لحتى ترتاح التربه، وبعد هيك نرجع نقلبها ونبدا بالزراعه. جميل. طبعا في عندنا نبته ثانيه او زهره ثانيه رح نتعرف عليها اللي هي القرنفل. بنلاحظ طبعا في عندنا مجموعه كثير كبيره منها من الالوان الاحمر الابيض الزهر البنفسجي، فكمان هي اوبشن أو خيار كتير حلو أنه نزرعها عندنا بالحديقة. في عندنا زهرة تانية، معلش أقاطعك، بس نفس الاهتمام ونفس الطريقة، نفس الإشي رح تكون ونفس احتياجها لكمية أو أشعة الشمس وللري أكيد. بالنسبة للزهرة الثالثة اللي رح نتعرف عليها في عندنا الجزانية. الجزانية الحلو فيها أنها بتتفتح بأشعة الشمس، ولما بتغيب الشمس بتسكر أوراقها زهرتها. كمان تتوفر منها ألوان عديدة، اللون الأصفر اللون الأورنج اللون الزهر، وهي طبعا يعني بامكاننا نعتبرها مثل الجراوند كفر، رح تسكر لنا مساحات التربه الواسعه. حلو كاوبشن، كثير خيار حلو. في عندنا طبعا اوبشن البيتونيا. البيتونيا طبعا كثير منتشره عندنا بالحدائق والكثير الناس بيشوفوها، في الوان كثير متعدده منها، كمان هي خيار كثير حلو، بامكاننا نحطها في السلاله المعلقه عندنا، نعلقها على البلكونه او على المظلات الخشبيه في اماكن الجلسه بالحديقه، كمان بامكاننا نختار هذا النوع. في عندنا البانسي. البانسي كمان كثير حلوه، في منها اللون الاصفر وفي منها اللون البنفسجي، كمان بامكاننا نختار منها ونزرعها. في عندنا كمان السجاده كثير معروفه وقديمه. لا هاي نوع ثاني. نوع ثاني. بس كمان قصيره زي هلا هم كلهم شوفي بيختلف الاطوال، يعني الزهور الحلو فيها الزهور الحوليه الشتويه في منها متعدده الاحجام والاطوال، يعني مش كلهم نفس الطول، لا في اشياء طويله وفي اشياء بتكون قصيره. طبعا في منهم انواع بنحتاج نعمل عمليه التطويش اللي
اللي هي بنزيل القمة النامية، لما بنقص هاي القمة بنحفز نمو البراعم الجانبية، بالتالي بتعطينا أزهار أكثر. يعني هاي هي ميزة الزهور الحولية الشتوية، إنها كتير مهمة عندنا كعنصر متجدد عندنا بالحديقة، يعني هي أكثر عنصر بيعطينا أزهار على مدار السنة، سواء زهور الحولية الشتوية أو الصيفية. جميل، نكمل، باقي لك آخر نوع اللي هي السجادة. أيوة، عندنا السجادة هون كمان إذا بنلاحظ نبتة كتير قديمة، يعني كتير أهالينا زمان كانت كتير يزرعوها عندنا بالبيت. طبعا بنلاحظ دفى أصلا من ألوان، ومنلاحظ الأوراق فيها بيكون الأخضر الأحمر ممزوجة مع بعض، يعني كمان هي كخيار كتير جميل عندنا بالحديقة. طيب دانا، أنا بلاحظ أنه غالبا إذا كنا حنجمع ما بين نوعين يفضل أن يتم الفصل ما بينهم بحجارة صغيرة، فهل هذا فقط للديكور ولا هو فعلا صعب نجمع ما بين نبتتين بنفس التربة، ممكن يأثروا على لا بعض؟ لا مش صحيح. هلا بإمكاننا يكون مثلا في عنا بوتس أو في التربة بالأرض أنه نجمع كذا نوع مع بعض، بس لازم نراعي بهذا الإشي احتياجهم للماء، أنه نختار أصناف تكون بتتوافق مع بعضهم البعض. زي مثلا لو تعطينا أمثلة، مثلا بإمكاننا نزرع القطيف أو ماري جولد، وبإمكاننا نزرع معها البيتونيا، يعني بإمكانهم يكونوا بجانب بعض بالأرض، بإمكاننا نزرع. بس الأطوال مختلفة، تتوقع أكيد إن الذوق ممكن؟ ما هذا هو، إحنا لازم نتدرج بالأطوال، يعني أكيد بدنا نحط الطويل حيكون بالخلف والقصير رح يكون بالأمام. طبعا بيعتمد حسب وين أماكن الزراعة. يعني مثلا الطويلة بإمكاننا نحطها على ممر المدخل عندنا على البيت، على اليمين وعلى اليسار، على لاين واحد أو تو لاين يكونوا مزروعين، ولازم يكونوا 20 سنتي بين كل نبتة أو كل شتلة والتانية. حلو. نترك هاي المسافة عشان نعطيها مجال إنها تنمو وتكبر عندنا النبتة. مثلا بإمكاننا نحطهم، حكينا بسلال معلقة أو على حواف البلكونة ينزرعوا. كم مدة النمو عادة تاخذ، كم يوم؟ حكينا إنه هم بينمو، إحنا مشتيهم كشتلات جاهزة، أكيد هم يعيشوا من شهر 5، بس أقصد كم بيضلوا عندنا تقريبا لحد شهر 4-5 إذا رعيناهم بشكل جيد، بيضلوا مستمرين عندنا لنهاية موسم. طيب ما فيش أزهار موسمية بتعمل ريحة حلوة؟ يعني دايما بنحب نشم الفل والياسمين، ما أعرفش إيه الوقت المناسب لهم، بس في نباتات شبيهة بتخلي ريحان رائحة حلوة. أكيد صح، أنت حكيتي الريحان بإمكاننا نزرع ويطلع ريحة، عندك البيتونيا بتطلع ريحة جميلة كمان، بإمكاننا نزرعها وبتطلع من الروائح الجميلة. طب النبتة دي أنت مثل امتناش عنها عبارة عن إيه؟ عندك هاي نبتة القطيفة المذنبة بيسموها، القطيفة المذنبة أو الحب النازف كمان، في لها كذا مسمى بالعربي بيحكوا لها. بس لونها حلو، في ألوان منها؟ ألوان منها الأصفر وفي منها الأحمر. طبعا هي بتكبر أكثر أو بتطول أكثر، حجمها كبير، يعني تعتبر شوي من الزهور اللي حجمها كبير. المفروض نخليها عادي طويله ولا لازم؟ طبعا لا ما في داعي للخصها، هاي من الانواع لا هاي ما في داعي انه نقلمها، وهي كمان انه بتنفع انه تنزرع عنا اكيد. وراح تحتاج نفس الاشي اشعه شمس مباشره او اماكن نصف مضلله بالحديقه، يعني هذه الميزه كمان في الزهور الحوليه الموسم الشتويه، انه بإمكاننا نختار أماكن متعددة بالحديقة، يعني ما في إلها احتياج واحد نضطر ندور على مكان محدد بالحديقة. صحيح. لا رح تنجح عندنا في أي مكان أصلا، هي نزرع. سعادة وطاقة إيجابية للمرأة، وهذه الأيام جميلة أصلا، الواحدة بتتغير نفسها، في غذاء الروح أكيد الزهور، تدلع نفسها فيها. والله في رجال كمان بيهتموا بهذه القصص وبيحبوا يهتموا بالزراعة بإيديهم يعني. شكرا جزيلا لك دانا طهبوب على وجودك معنا على هذه الطاقة الإيجابية. شكرا لكم.